الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الليلة المحاضرة السابعة والأخيرة من كورس الريسبيراتوري فيسيولوجي. هنتكلم فيها عن الهيبوكسيا والسيانوز، هتكون محاضرة مختصرة وصغيرة جدا إن شاء الله. طيب، في البداية قال لك هيبوكسيا أند سيانوزيس. Hypoxia getting defined as oxygen deficiency, نقص الأكسجين at the level of tissue or low tissue oxygenation. طيب يعني قال لك إنه والله هو نقصان الأكسجين في الماء في الحتة بتاعت التشو، يعني والله الأكسجين اللي بيوصل لحوالين التيشو، الأكسجين ما احنا قاعدين بننقل في الأكسجين لحد وين؟ لحد الخلايا في الطريق، واحنا ناقلين عليه أو لما نقرب عليهم ما فيش، بيجي ناقص الحتة، كمية الأكسجين اللي بيجي قدام كمية العربيات اللي بتجي ماشية قدام البيت بسيطة، في عربيات في البلد لكن بتجي ماشية قدام البيت في شارع قدام البيت ده بسيطة. ده الحاجة الأولى. الحاجة الثانية low tissue oxygenation. low tissue oxygenation انه والله التيشو ذاته ما قاعد تاخذ اكسجين بطريقه كافيه، ممكن يكون في عربيات كثيره لكن احنا ما قاعد يخشوا علينا، في اكسجين ماشي في الشارع لكن ما قاعد يخش علينا، ما قاعد يخش ليه ده موضوع ثاني. عرفتي؟ عرفته؟ طيب بعدين قال لك شنو؟ notice that hypoxemia is reduction of oxygen in the blood. hypoxemia دي حاجه براها اللي هو نقصان، hypoxia دي مع الهناي مع الأنسجة مع التشو، لكن هايبوكسيميا دي جوا البلد. من كلمة إيميا دي أعرف إنه الحاجة دي تبع البلد. طيب كلاسيفيكيشن قال لك إنتو فور تايبس: هايبوكسيك هايبوكسيا، أنيميك هايبوكسيا، استاجنانت هايبوكسيا، وآخر حاجة اللي هي هيستو توكسيك هايبوكسيا. هنفهم الهايبوكسيا بطريقة أوضح لما ندرس الأربع أقسام دي. تمام. طيب أول واحدة اسمها شنو؟ قلنا hypoxic hypoxia. لك oxygen delivery to tissue is reduced because of low oxygenation of the blood. low oxygenation of blood. أيوة، معناته كمية الأكسجين اللي بتخش أصلا الدم بسيطة. الدم ده والله في الطبيعي بيشيل أكسجين مثلا بنسبة 98%، ما متشبع بالأكسجين بطريقة كافية، ما متشبع ليه ده موضوع تاني، لكن احنا بنتكلم انه اصلا ما متشبع. تمام. فتلقائيا كده الاكسجين اللي قاعد يجي للانسجه بسيط، الاكسجين اللي بيجي للانسجه بسيط بسبب شنو؟ بسبب انه الاكسجين ذاته في الدم ما كافي. تمام. دي الطريقه الاولى اسمها هايبوكسيك هايبوكسيا. الكوزس شنو؟ قال لك هاي التيتيود، الاماكن العاليه. تمام. ففيها شنو؟ فيها انه والله الاكسجين في الهواء بسيط، فتلقائيا الاكسجين اللي حيخش الدم حيكون بسيط، ده سبب اول. لك هايبوفنتيليشن انه انت والله بقيت ما تاخذ نفس كفايه، يعني التنفس بتاعك بقى بسيط، انه بدل ما تتنفس بطريقه عاديه زي الكاتم نفسك، زي اللي كانك كاتم نفسك، خلينا نقول لانج ديزيز. يعني ممكن الاسباب دي تكون يا اما كاتم نفسك بردة فعلك انت المقصوده، ممكن يكون بسبب لانج ديزيز، ما عندك مشكله في الامراض في الرئه او ريسبيراتوري سنتر ديبريشن، انه والله اللي بيتحكم في التنفس فيه مشكله اللي هو ريسبيراتوري سنتر اللي اتكلمنا عنه من الحصه اللي فاتت. تمام. قال لك paralysis of respiratory muscle برضو مشكلة. شنو مشكلة؟ مشاكل كلها في اللنج، مشاكل لها علاقة بالتنفس. التنفس شنو علاقة التنفس بالأكسجين؟ أيوة، الأكسجين هو بيخش عن طريق الجهاز التنفسي. جهاز التنفس ده لو خربان، لو في مشكلة في الرئة، لو في مشكلة في بيتحكم في الجهاز التنفس اللي هو respiratory center، كلها في النهاية هتدي لنا نقطة واحدة. النقطة دي هي شنو؟ إنه والله الأكسجين اللي بيكون في الدم غير كافي. ده هيدي لنا شنو؟ لأنه والله الأكسجين اللي هيوصل الأنسجة غير كافي. يعني شنو؟ يعني هايبوكسيك هايبوكسيا. تمام. طيب قال لك فينو ارتيريال شنت اللي هو بيكون زي تواصل بين الارتري والفين، ده بيكون عليل. دائما بتلاقي الناس اللي عندهم سكري بتلاقي في يدهم معمول، اللي عندهم مش سكري عندهم فشل كلوي بتلاقي في يدهم معمول لهم الحاجة دي، انه والله التوصيل ما بين الارتري والفين علشان يدوهم يعملوا لهم الغسيل الكلوي. تمام. طيب قال لك it is characterized by المميزات بتاعت الهايبوكسيك هايبوكسيا. قال لك low partial pressure of O2 في الاكسجين، نسبة الاكسجين في الارتيريال بلد طبيعي جدا،
احنا اصلا الاكسجين ما قاعد يخش بطريقه مرتاحه، يبقى شنو؟ يبقى في الارتري. الاكسجين حيكون الضغط الجزيئي بتاعه منخفض، هاشتاج بديهيات، والتشبع بتاع الاكسجين بالهيموجلوبين، تشبع الهيموجلوبين بالاكسجين برضه هيكون منخفض بديهي. لو توتال اكسجين كونتنت اوف ذا بلاد بديهي برضه، كميه الاكسجين كلها موجوده في البلد قليله بديهي، دليل انه هايبوكسيك هايبوكسيا. تمام. طيب قال لك بعدها all these parameters are also low in venous blood، قليلة في الفينوس بلد طبيعي جدا، بما انه اصلا قليلة في الارتري، لانه اصلا من البداية من المدخل ذاته بتاع الاكسجين، من المدخل اللي بيدخلين الاكسجين من يعني من الجسم اللي هو الرئة وكده، في مشاكل. يعني اصلا الاكسجين هو داخل من برا فيه مشكلة، فكيف حيبقى مرتاح؟ تمام. فشنو في الرقية تلقائيا الفينوس بلد والارتيريال بلد الاكسجين فيها تعبان. طيب اكسجين ثيرابي is useful in this type of hypoxia. أكسجين ثيرابي يوزفول، دي كلمة مهمة جدا، احنا نقوم خد على دائرة. قال لك شنو يوزفول؟ ده منه الأكسجين ثيرابي يعني شنو؟ يعني والله الزول ده هسه لو أنا قمت ركبت له ماسك بتاع أكسجين، أديته أكسجين، أموره بتتصلح، هيبقى كلها بتتظبط، كل الحاجات الخربانة دي بتتصلح. تمام. however when when the cause of hypoxia is vein arterial shunt، oxygen therapy fails to increase oxygen content of the blood. This differentiates vein arterial shunt from other types of hypoxia. دي برضه حتة مهمة شديد، إنه والله قال لك شنو؟ قال لك لو السبب vein arterial shunt اللي قلنا شنو هي؟ وإنه في تواصل للأرتري وللفين، وبعمل لك زي توصيلة بيناتهم كده، وبعمل لهم هاي الغسيل من هنا، لأنه والله الدم يعني الأكسجينات البلد بيمشي للدي أكسجينات بدون ما يمشي للأنسجة، لا طوالي متواصلين مع بعض. في الطبيعي ما في أرتر وفين متواصلين مع بعض بطريقة طبيعية تلقائية. تمام. هم المفروض يمشي للدي الأنسجة، ومن الأنسجة يمشي للفين أو كده طوالي. تمام. يلا لكن هنا لا، هو طوالي أكسجينات يتلخبط مع دي أكسجينات، شنط زي الشنطة اللي بتلاقيها أحيانا موجودة في ال في البلمونري في اللنج، وموجودة برضه I think في الهارت. تمام. anyway فقلنا شنو؟ فهنا قال لك شنو؟ إنه والله بالنسبة إذا كانت فينو أرتيريال شنط الأكسجين ثيرابي فيلز. تمام. طيب واضح. يبقى احنا مشكله الهايبوكسيك هايبوكسي انه اصلا الاكسجين من برا من المدخل بتاعه ناقص، فكل الحياه بتكون شنو؟ بتكون جايطة، كل الأمور بتكون جايطة. طيب خلينا نشوف هنا تاني نوع second type اللي اسمه شنو، اللي هو الأنيميك هايبوكسيا. طيب الأنيميك هايبوكسيا دي قصته شنو؟ قال لك decreased oxygen carrying capacity of the blood. decreased oxygen carrying capacity of the blood، كمية القابلية أو القدرة بتاعت الأكسجين أو الدم إنه ياخد أكسجين بسيطة. تمام. يعني شنو الدم ده بياخد أكسجين؟ كيف بيشيله؟ في الهيموجلوبين صح؟ يعني شنو قال لك؟ decreased hemoglobin. والله الزول ده الهيموجلوبين بتاعه أصلا بسيط، لما نقيس الهيموجلوبين عامل لك 6 7 كده، فبسيط، فأصلا هيشيل لك أكسجين بسيط تلقائيا، هيكون شايل أكسجين بسيط. تمام. زي شنو مثلا؟ زي الأمراض اللي عندهم الناس اللي عندهم iron deficiency anemia، نقص الحديد، الانيميا بتاعت الحديد، تلقائيا الهيموجلوبين بتاعهم بسيط، تلقائيا الاكسجين اللي حايم في الدم، في الدم مش تنفس، في الدم بسيط. تمام. ابنورمال هيموجلوبين، انه والله اصلا عنده هيموجلوبين غريب، اللي هو بنسميه شنو اللي هو ميثيموجلوبينيميا. ايوه عرفته، ميثيموجلوبينيميا. تمام. ابنورمال هيموجلوبين. اوكي. طيب أو unavailable hemoglobin اللي هو كربون مونوكسيد بويزنينج، يعني شنو الكلام ده؟ إنه والله أصلا باختصار هو ده أوصف لك شنو ده، يقول لك والله الهيموجلوبين اللي هو بيشيل الدم، سوري الهيموجلوبين اللي هو بيشيل الأكسجين في ظهره وبينقله في الدم، فيه مشكلة. كيف؟ إما إنه والله هو بسيط زي في الخيار الأول، أو إنه أصلا خربان ما عنده مشكلة. تمام. أو إنه والله هو الكراسي اللي بيشيل فيها الاكسجين مليانه، في زول تاني ماليها، فاهمين عليه؟ الكراسي اللي بيشيل فيها الهيموجلوبين دي مليانه كيف؟ عن طريق الكربون مونوكسيد، تسمم اول اكسيد الكربون. تمام. اللي هو شنو يعني؟ احنا باختصار عندنا اول اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون، هذه دايما بتنافس الاكسجين في انها تحتله وتقعد مع الهيموجلوبين.
تمام، فبتلاقيها احتلت المكان ده لأنه والله تسمم. أنا بخيت عليك أو أكسيد الكربون، فأنت تسممت بسببه. التسمم دي خلى الأكسيد الكربون بقى مسيطر على الهيموجلوبين، ما في فرصة للأكسجين إنه يطلع يركب العربية يمشي مع الهيموجلوبين عشان يوصلوه للتشو. فأدى لشنو؟ أدى لأنه والله كمية الأكسجين الحايمة في الدم بسيطة، لكن أنا تنفسي ممتاز، قاعد أدخل الأكسجين كويس، ما يعني ما زي الهايبوكسيك، لا الأكسجين بخش ممتاز وظابط. لكن المشكلة وين؟ المشكلة في منه؟ في الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ما محترم، فيه مشكلة، واضح؟ طيب بعدين characterized by normal partial pressure of O2 in arterial blood، في الارتيريال بلاد دي، والنورمال البارشال الضغط الجزيئي. وهنا دي حتة مهمة، الضغط الجزيئي بتاع الأكسجين بالنسبة في الدم. أيوة ممتاز. ليه؟ لأنه الأكسجين اللي بخش بالجسم بالتنفس ظابط. خلينا بس نشوف باقي الثلاث حاجات. أيوة اللي هو شو قال لك؟ نورمال ساتوريشن بالهيموجلوبين. أيوة متشبع الهيموجلوبين بطريقة كويسة، عادة بتلاقيه كده. طبعا ليه؟ ده باعتبار إنه ما في الكربون مونوكسيد بويزن يعني. فالباقيين بتلاقي التشبع به تشبع ممتاز، تمام، لانه هي دي نسبه مئويه في الاولى والثانيه، دي نسب مئويه. لكن قال لك شنو؟ قال لك لو توتال اكسجين كونتنت اوف ذا بلاد. دي هنا دي المهمه. خلينا نرجع للاخيره. قال لك شنو؟ الضغط الجزيئي يا هو واحد، لانها دي نسبه، فاهم عليه؟ في نسبه ما كميه. اذا كميه الكميه ناقصه، لكن كنسبه يا نفسها النسبه. فاهمين عليه؟ لما اقول لك والله انا قاعد براي وسط 4 ناس، انا بعني كم بالمية؟ بعني 4 25%. لكن لما نفس الشيء لما نقول لك احنا 2 قاعدين قدام في وسط كم؟ في وسط 8 اشخاص، احنا برضو بنكون 25%، لكن ككمية نحن اكتر في الاثنين دي، ككمية نحن اعلى، تمام، لكن كنسبة هي نفسها النسبة. فدي هي بالضبط الفكرة، انه الاكسجين يعني الهيموجلوبين يا هو نفس الفكرة، انه والله كنسبة يا هو نفس التشبع، نفس الضغط الجزيئي. والفكرة الأخيرة اللي هي شنو؟ إنه والله لو توتال أكسجين كونتنت أوف ذا بلاد، كمية الأكسجين اللي في الدم منخفضة، تمام. دي هي بتاعت الهايبوكسيا، الأنيميك هايبوكسيا. طيب قال لك these parameters are lower than normal in venous blood. طبيعي جدا، لأنه الكمية دي هتخش هيستخدمها التشو، هتقوم تبدأ تقل في الفينوس بلاد، تمام، هتكون شنو؟ أقل في الفينوس بلاد. عكس مثلا احنا جايبين لك قلنا شنو؟ قلنا برضه قال لك دي لو في اول ذيس بارامترز في الهايبوكسيك هايبوكسيا، قال لك برضه لو في الفينوس بلاد. ليه؟ لانه اصلا المشكله من شنو؟ من التنفس، يعني من التنفس، انه والله كميه الاكسجين اللي بخش بسيط. ففي النهايه كده كده في النهايه في كميه استهلكت من الانسجه، كميه اكسجين استهلكت من الانسجه، فتلقائيا هتلاقي شنو؟ النسبه قلت، في النسبه بتاعت الاكسجين في الفنس هتكون اقل، تمام. ما حاجة مهمة، قال لك أكسجين ثيرابي is slightly useful، slightly useful مش دايما useful، slightly، تمام. طيب okay. ليه slightly useful this type of hypoxia in this type of hypoxia because it only increase dissolved oxygen. ممتاز، ده رجعنا للكلام اللي كنا بنشرحه في المحاضرات اللي فاتت. الأكسجين ده فيه dissolved وفي مش عارف في الهيموجلوبين في كم شكل. فاحنا لما نقعد نقوم نديك نركب لك الماسك بتاع الاكسجين عشان نديك الهيموجلوبين متشبع بطريقه ممتازه، كل شيء متشبع بطريقه ممتازه، ما في مشكله. انت ما حتزيد كميه الاكسجين في الدم، احنا محتاجين اصلا نزود الهيموجلوبين، يعني احنا محتاجين نقول لك دم مثلا، محتاجين نظبط لك الهيموجلوبين، محتاج تاخد حديد كده، تمام، نظبط الهيموجلوبين ثم بعدين نزيد الاكسجين. لكن في الحالة الحالية لو أنا اديت أكسجين ساي كده عشان أغذيك، هزيد الـ dissolved اللي هو المتشبع اللي هو زايد في البلازما، يعني حايم في البلازما dissolved أكسجين. ده بيعمل شنو؟ ده بيعمل شنو الأكسجين ده؟ ده بيزيد، صح، بيزيد لك الكمية بسيطة، لكن ما بيزيد، ما بيأثر تأثير كبير، تمام. طيب يعني عشان كده قال لك slightly useful. قال لك heavy smoking، التدخين الكثيف is close in a closed room may cause coma due to carbon monoxide poisoning. دي هنا الحتة بتاعت الكربون مونوكسيد بويزنج اللي قلنا عنها، إنه والله التسمم بأول أكسيد الكربون، أول أكسيد الكربون ده أحيانا فيه تسمم زي ده، تمام، إنه والله أنت لما تقوم تدخن في غرف مغلقة فأول أكسيد الكربون ممكن يعمل لك تسمم. أوكي،
لا لا، اديك مثال لفهم الكربون مونوكسيد بويزنينج. طيب بعدين قال لك treatment of carbon monoxide poisoning requires administration of oxygen within container under higher pressure, hyperbaric oxygen. That's because the affinity of hemoglobin to CO, اللي هو carbon monoxide, is higher than oxygen by 250 times. يعني شنو الكلام ده؟ انه والله قال لك لو الزول ده، طبعا اللي هنا طلع لك شويه خرم برا، اللي هي شنو قال لك؟ انه والله لو رجعنا واحد عنده كربون مونوكسيد بويزنينج، فعلا استخدم سجاير في غرفه مغلقه، ودخل في موضوع بتاع كربون مونوكسيد بويزنينج، تريتمنت شنو؟ تريتمنت انه نديه اكسجين، فيري هاي اكسجين، بنسميه هاي بريشر اكسجين، او بنسميه هايبربيريك اكسجين. تمام، عادة احنا الاكسجين بنديه 24% 28 في الحدود دي، لكن ده احنا هنديه رقم كبير 80 ممكن او 100% اكسجين. تمام، علشان شنو؟ علشان نقلع، لان الكربون مونوكسيد او اكسيد الكربون الافينيتي بتاعته مع الهيموجلوبين فيري هاي، فاحنا لما نقعد نعمل كميه مهوله من الاكسجين ندخلها على الجهاز التنفسي كده، هيقدر ينافس الكربون مونوكسيد ويقلعه من الهيموجلوبين، فهو يقوم يحتل الهيموجلوبين. اوكي، دي الفكره بتاعتها. تمام، واضح لحد هنا؟ واضح. طيب اخر حاجه او ثالث حاجه عندنا الهيستو توكسيك هايبوكسيا. هيستو توكسيك يعني شنو؟ قال لك inability، عدم قدرة التشو to take oxygen as a result. أيوة، احنا اتكلمنا كان المشكلة في الجهاز التنفسي انه الهواء مع الاكسجين ما دخل، بعد شوية دخلنا انه والله النقل، يعني زي قصص المشاكل اللي حاصلة في السودان، انه قلنا البنزين مشكلة في الدخول والبواخر والنقل كده، بعد شوية في نقل البنزين من المواني لحد المحطات، بعد شوية هي نفسها العربات ما قادرة تاخد البنزين. بمعنى انه والله التشو في الاول الاكسجين من الجهاز التنفسي، بعد شويه الناقل اللي هو الهيموجلوبين فيه المشكله، واخيرا المشكله نفسها في التشو، عدم قدره التشو الانسجه على اخذ الاكسجين. result of شنو؟ نتيجه لشنو؟ like poisoning of the oxidative enzymes, cyanide poisoning، تسمم معين بالسيانايد. تمام، long distance between blood and cells بسبب زي شنو؟ زي الإديمة. والله الزول ده عنده جسمه متورم، تمام، فتلقائيا الدم ما قادر ينقل الأكسجين للأنسجة بطريقة سهلة أو سلسة. تمام، ففي long distance، في مسافة بعيدة ما بين الأوعية الدموية والخلايا اللي هي هتستقبل الأكسجين. تمام، طيب قال لك characterized by normal partial pressure of oxygen، كلام منطقي، ونورمال ساتوريشن اوف هيموجلوبين ما عنده مشكله، ونورمال توتال كونتنت اوف توتال اكسجين كونتنت اوف ذا بلاد كله نورمال، وين المشكله؟ يعني لك all these parameters are higher than normal in venous blood، ودي هي النقطه المفتاح هنا بتاع الهيستوتوكسيك هايبوكسيا، انه والله اصلا المشكله هنا شنو؟ انه والله كميه الدم خلاص احنا كله كويس، ليه التشو ما أداها الأكسجين، فما أداها الأكسجين. أوكي، طيب وقام شنو؟ قام بغادي في الفينوس بلاد، هتلاقي إنه الأكسجين زاد، لأنه أوريدي في الفينوس بلاد في أكسجين، بواقي بتاعة أكسجين، فتخيل يلا زاد عليها اللي جاي من الأرتيريال بلاد، فكده هتلاقي الأكسجين في الفينوس بلاد أعلى من الأرتيريال بلاد. أوكي، طيب قال لك أكسجين ثيرابي is not useful، دي أول واحدة not useful، وتاني حاجة شنو؟ في الفينوس بلاد higher than normal. دي النقطتين مهمات تفرق لك الهيستوتوكسيك هايبوكسيا من الباقيين. طيب نمشي لآخر نوع عندنا اللي هو الاستاجنت هايبوكسيا. قال لك reduced blood flow to tissue as a result of شنو؟ كمية الدم، أصلا الدم اللي بيجي للخلايا بسيط، خلينا من الهيموجلوبين والكلام ده، الدم اللي أصلا بيوصل بسيط. طيب obstruction of a supplying vessel localized hypoxia، ممتاز، والله الزول ده فجأة عنده انسداد في واحد من الأوردة، أو أنا قفلت اليد بربط اليد برباط، ربطت الرجل، فكده أصلا الدم ما وصل للأنسجة، أصلا ما وصل للأنسجة.
تمام. طيب دي بنسميها لوكالايزد، انه معناتها الهايبوكسيا ما في الجسم كله، في المنطقه اللي انت بس حبستها. او بيكون شنو، هارت فيلير. ممتاز والله، زول اللي عنده مشاكل في القلب، يبقى اصلا الدم ما قاعد يطلع من القلب بطريقه سلسه، فادلنا لشنو، انه والله الجسم كله بقى ما قاعد يصل له الدم بطريقه ممتازه، ادى لشنو، انه تلقائيا بقى فيها هايبوكسيا. تمام. طيب الكاركترايز شنو تلقائي، نحن المفروض نعرفها نورمال او لو في partial pressure of oxygen في الارتيريال. ليه؟ لانه اصلا هو جاي من الجهاز التنفسي، فاصلا من الاول احنا بنبعثه للجهاز التنفسي بيكون بسيط، لكن عاده هنا بيكون نورمال في الطبيعي. اوكي، لل partial pressure of oxygen. نجي هنا اللي بعدها نفس الشيء، قال لك normal or low saturation of hemoglobin. يعني لما نحن نمشي الدم هتلاقي برضو التشبع بتاع الاكسجين ممكن يكون normal او low. normal or low total oxygen، total oxygen of the blood. تمام، برضو دي حاجات عادية. طيب قال لك شنو بقى الكلام، قال لك when heart failure is mild، لما يكون mild these parameters are low in venous blood because of high uptake of oxygen in tissue. تمام، لما يكون احنا عندنا فشل في وظائف القلب بس بسيط، يبقى صح الدم اللي قاعد يصل أقل بقى، ما زي زمان كتير لكن أقل. تلقائيا هتلاقي الأنسجة نهمة جدا، يعني بتاخد الأكسجين من الدم بطريقة فيها نهم وفيها حماس شديد، فتلاقيها بتاخد أحيانا أكتر من حاجتها. تلقائيا شنو، تلقائيا بتلاقي الدم اللي بيبقى في الفينوس بلود أقل، الأكسجين اللي بيبقى في الفينوس بلود أقل من الطبيعي. تمام. طيب and then corrected in the lung to return to normal. ده طبيعي جدا، اصلا كل شيء corrected in the lung بسبب ان الاكسجين بيخش من جديد. طيب بعدين قال لك شنو، قال لك in moderate to severe heart failure all these parameters are lower than normal. all these parameters are lower than normal. ده وين ده؟ ده في ال moderate و severe heart lower than normal in both venous and arterial blood. ممتاز. Because the lungs fail to oxygenate blood back to normal. ليه؟ لأن اللنج ما قادر يغذي، يعني أصلا هو الدم ذاته بيوصل لللنج، يعني كل في مشكلة كبيرة بتاع التوصيل الدموي حاصلة، فتلقائيا هتلاقي إن الأكسجين ناقص في الدم. أوكي؟ بيقول لك أكسجين ثيرابي is useful in this type of hypoxia. Very useful، صح؟ فعلا. very useful. طيب يبقى نحن عندنا هسي الكلام ده كله، احنا قلنا شنو، قلنا واحده هايبوكسيك، هايبوكسيا دي مشكلتها وين، مشكلتها في الـ يعني الجهاز التنفسي نفسه. بعدين عندك الانيميك هايبوكسيا، المشكله في الهيموجلوبين. تمام، والاثنين دول بيتحلوا في شنو، الهايبوكسيك هايبوكسيا يوسفول في الاكسجين. تمام، والانيميك هايبوكسيا كان قلنا شنو برضه slightly useful. تمام. طيب الهيستوتوكسيك هايبوكسيا دي هو الوحيده اللي قلنا not useful، هو الهيستوتوكسيك هايبوكسيا. ليه؟ لان المشكله ذاتها في الانسجه انها ما قادره ترفع، ايوه الاكسجين ممتاز لكن انا ما قادر اخد. تمام. طيب بعدين عندك الستاجننت هايبوكسيا، قال لك useful برضه لانه المشكله وين، قلنا مشكله في انه التوصيل الدموي. تمام. طيب عندنا الجزء الثاني والاخير اللي هو السيانوزيس. طيب cyanosis قال لك bluish coloration of skin and mucous membrane، هو ازرقاق. cyanosis ده هو الازرقاق، انه والله زول ده كده الميوكس ممبرين او الجسم بتاعه الجلد السكن حاصل له لونه بقى ازرق. تمام. قال لك appears when the concentration of reduced hemoglobin is more than 5 gram لكل ديسلتر. For this reason, it is rarely seen in anemia and commonly seen in polycythemia. طيب الكلام ده يعني شنو؟ قال لك when the concentration of the reduced hemoglobin، قاصد هنا شنو بي reduced hemoglobin، اللي هو deoxygenated hemoglobin، لما يكون كمية deoxygenated hemoglobin في الدم واصل 5 جرام. يعني ببساطة احنا والله مثلا الدم عند الهيموجلوبين عندي حوالي 12 حاليا، اذا وصل كمية الدي اوكسجينيتد اللي فيه 5 جرام
بيقوم يظهر لنا في السكين اللي هو السيانوزيس او الازرقاق ده، تمام. ودي حاجه شبه مستحيل انه يصل 5 جرام عديل دي اوكسجينيتد، تمام. عشان كده قال لك for this reason it is rarely seen in the anemia، عشان كده نادر ما زول يكون عنده فقر دم يقوم يظهر لنا فيه الحاله دي، تمام. عنده فقر دم يعني عنده مشكله في الهيموجلوبين، يعني الهيموجلوبين بتاعه بسيط، تمام. لكن بتظهر لنا في منو؟ بتظهر لنا في البوليسايثيميا. البوليسايثيميا اللي هو شنو؟ عندك كميه مهوله من الار بي سيز. الار بي سيز عندك كتير، يعني شنو الار بي سيز عندك كتير؟ يعني الار بي سيز مثلا العدد بتاعه بدل النورمال بيجا فيري هاي، تمام. فهيؤدي لنا ليش؟ هيؤدي انه والله فرصه انه يكون في الهيموجلوبين اللي موجود فيها ما مشبع باكسجين او دي اوكسجينيتد، ما في اكسجين يعني كتيره، تمام. فهيظهر لنا شنو؟ سيانوزيز. anyway قال لك التايبس اوف سيانوزيز، التايبس اوف سيانوزيز قال لك في بريفرال وفي شنو؟ في سنترال. طيب خلينا نصلح الصوره. طيب البريفرال قال لك appears at the lips and fingers due to peripheral vasoconstriction in response to cold. طيب قال لك شنو؟ قال لك appears at the tips of the finger، يعني مش lips tips، يعني اطراف الاصابع بيظهر في وين؟ البريفرال سينوزيس ده في اطراف الاصابع، اصابع كده في اطرافها في نهايتها كده مع الاظافرين بتلاقي السيانوزيس، اوكي. Due to peripheral vasoconstriction in response to cold، والله الزول ده بردان جدا فتلقائيا peripheral vasoconstriction، peripheral طرفي vasoconstriction اللي هو انكماش الاوعيه الدمويه او تضيق الاوعيه الدمويه، فتلقائيا حاول تنكمش على بعضها بسبب شنو؟ بسبب البرد. بتلاقي دائما الزول في البرد كده اطراف اصابعينه شنو؟ متجمده. طيب اما السنترال سيانوزيس ده بيكون سبب شنو؟ طيب قال لك شنو؟ قال لك appears in the skin and mucous membrane، في الجلد وفي الميوكس ممبرين due to causes of hypoxia and stagnant hypoxia. ده من هو السبب؟ stagnant ولا hypoxic hypoxia؟ hypoxic hypoxia ده نتذكر كان مشكلته شنو؟ مشكلته في النفس من الريسبيراتوري، وstagnant hypoxia ده اللي هو كان اخر واحد المشكله في التوصيل الدموي، تمام. الناس اللي عندهم هارت فيلير كده فاصلا الدم ما واصل للاطراف، والهلال اصلا يعني في الحالتين دي هتلاقي ان الاكسجين الواصل للتشو بسيط. فهنلاقي شنو؟ هنلاقي سنترال سيانوزيز. طيب قال لك سيانوزيز از اكستريملي رير ان انيميك هايبوكسيا، انيميك بيشنت مي داي وين 5 جرام كل ديسيلتر فروم جلوبين بيكام دي اوكسجينيتد. ده كلام مهم جدا، ده قلنا انه والله زول عنده انيميا اصلا، انت عندك مشكله في الدم، مشكله في الهيموجلوبين، الهيموجلوبين 7، تخيل ال 5 جرام منه دي اوكسجينيتد، يعني باقي لك 2، انت عايش كيف اصلا؟ بتكون مت، تمام. It is also extremely rare in carbon monoxide poisoning also anemic hypoxia، برضه بنقول لا because it gives reddish color. دي حته مهمه في ال carbon monoxide poisoning، بيديك شنو؟ reddish color، انه لون احمر ما بدك اللون الازرق، تمام. قال لك no cyanosis occurs in histotoxic hypoxia. هيستوتوكسيك هايبوكسيد الثالثة اللي هي كانت شنو؟ يعني احنا قلنا النفس، بعدين كان المشكلة وين؟ مشكلة في التوصيل في الهيموجلوبين، واخر مشكلة الهيستوتوكسيك اللي مشكلة اصلا في الانسجة ما قادرة تاخد الدم، اللي هو قلنا شنو؟ بيكون عادة في ايديما، المسافة بعيدة بيناتهم كده، اوكي. قال لك patients with methemoglobinemia may acquire a dark color that resembles سيانوزيز. للناس الميثيموغلوبينيميا بيكون شنو؟ بيكون الدارك كلر بالنسبه لهم. طيب تعال نلخص السيانوزيز ده على السريع. قلنا شنو احنا؟ قلنا والله هو بريفرال وسنترال، وعلشان نقول الزول ده عنده سيانوز او يظهر له لازم يكون في 5 جرام لكل ديسيلتر من الهيموغلوبين دي اكسجينيتد. اول ما يبقى كده تلقائيا هيظهر لنا البريفرال، قلنا في تيبس اوف ذا فينجرز، تمام، وبسبب شنو؟ فازو كونستريكشن في البرد. اما السنترال، السنترال ده بيكون في السكن وفي ميوكس ممبرين، تمام. الاسباب الرئيسيه بتاعته عندنا هايبوكسيك هايبوكسيا وستاجننت هايبوكسيا، ده اللي بيعملوا لنا ايش؟ تحفظهم زي اسمك، ده اللي بيعملوا لنا السنترال سيانوزيز، اوكي. ما بيحصل في الانيميا ليه؟ لانه والله مستحيل يكون زول عنده 5 جرام لكل ديسلتر من الهيموجلوبين دي اكسجينيتد، ده شيء مستحيل. السي او بويزنينج، الكربون مونوكسيد بويزنينج بيديك لون شنو؟ بيديك ريديش كلر. اما الميثينوغلوبينيميا بيديك شنو؟ دارك كلر، اوكي يا شباب، واضح؟
واضح. I think we are done. للمحاضرة السابعة والأخيرة من كورس الريسبيراتوري فيسيولوجي، أتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنسونا من دعواتكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله